ابو بلاش كتر منه. النهارده جايب لكم 10 العاب بلاي ستيشن مجانيه، ودي مش اول مره نعمل الفيديو ده. في فيديو قبل كده بيتكلم عن 10 العاب بلاي ستيشن 4 مجانيه، هتلاقيه تحت في الديسكربشن وهيطلع لك على الشاشه دلوقتي. اتفرج على الفيديو ده واعمل سبسكرايب، وابقى ارجع اتفرج على الفيديو التاني، مش هضيع وقتك كتير. يلا بينا. ورقم 10 معانا هي لعبه 2D فايتنج شبيهه بسوبر سماش براذرز لو انت هاوي نينتندو. اللعبه دي تعتبر من اكتر الالعاب سرعه في الانتشار، وبتعمل عليها بطولات بفضل الرسوم والميكانيك المتقن. وما ان اللعبه فري ومتوفره على منصات كتير، مش بس بلاي ستيشن 4، لكن تقريبا متوفره على كل المنصات. والسبب في انتشارها هي تجربه اللعب العائلي، يعني يا باشا تقدر تقعد على الكنبه انت وعيلتك وتلعبوا اللعبه مع بعض، او تلعب اونلاين فور فري مجانا. روهالا لازم تكون على جهازك. رقم 9 معانا هي لعبه هايبر سكيب، برضو باتل رويال من منظور الشخص الاول، لكن تاتش المستقبل كده، وتحس ان هي عامله زي فيلم ريدي بلاير 1، وفيها كده سنس استكشاف وصعوبة في قتل الأعداء، وبرضه صعب على حد إن هو يقتلك. ده بقى بيدي متعة كبيرة جدا في اللعبة، مع التغيير في الجاذبية اللي ممكن يخليك تنط تطلع فوق مبنى أو تهرب بشكل سريع. الأبجريد في الأسلحة في اللعبة دي ذكي جدا، وسيستم جديد وما اتعملش في اي لعبه تانيه. احلى حاجه بقى عجباني في اللعبه سيستم الباركور بتاعها، تحس ان انت بتلعب باتل رويال وبرده باركور. مش هنتكلم عن اللعبه اكتر من كده، عايزك تكتشف بنفسك. ورقم 8 لعبه جديده، وهي لعبه روج كومباني. اللعبه المجانيه دي مجموعه من المحاربين بتختار ما بينهم، اسمهم الروجز. انزل مع اصحابك في لعبه كوب شوتر ممتعه جدا. وبما ان اللعبه جديده بينزل لها ابديتس باستمرار، لكن اللعبه دي انا شايف ان هي مبشره جدا جدا، والمودز اللي موجوده فيها مختلفة والميشنز كتير جدا، واللعبة ممتعة اكتر لما تكون في مجموعة او مظبط التيم بتاعك، يعني اكتر من ان انت تنزل سولو كده من غير حد معاك. بتفكرني بايام زمان لما كنا بننزل كده مع بعض تيم ديس ماتش لما بنيجي نلعب بلاك اوبس. لعبة مسلية جدا وانصحك ان انت تجرب. رقم 7 معانا من اقوى الالعاب اصلا على البلاي ستيشن قبل ما تكون لعبة مجانية، وهي لعبة روكيت ليج. ميكس كده غريب انا بعشقه، تحس ان انت في لعبة ريسنج وتصادمات وماتش كورة، تحدي وتشالنج لا ينتهي. كل حاجة فيها تحدي فعلا اتحطت في اللعبة دي، سواء ان انت بتلعب اونلاين او بالعلم ممكن تلعب برضو مع عيلتك في البيت سبليت سكرين، او ان الشاشه تتقسم لغايه 4 لاعبين. وما ننساش كميه الابجريدز الغير طبيعيه اللي نزلت على اللعبه بعد ما بقت فري، تقدر تعملها وتغير العربيه وتغير الكستمايزيشن بتاعك. روكيت ليج لازم تنزلها، ما ينفعش ما تكونش موجوده على جهازك، نزلها دلوقتي. رقم 6 معانا بقى، وهي لعبه جينشن امباكت. ناس كتير ما سمعتش عن اللعبه دي الا في الجيم اووردز. حب اقول لك لو ما لعبتش جينشن امباكت فايتك كتير قوي يا معلم. انا فعلا كنت منتظر اللعبه دي، لكن ما كنتش متخيل ان هي هتشتهر بالشكل ده، والعظمه اللي فيها هتكون بالشكل ده. فعلا اللعبه دي انا مستغرب ازاي قدروا ينزلوها تبقى لعبه مجانيه، ومش عارف ايه الحلو اللي فيها. يعني كل حاجه فيها حلو، ممكن يكون الارت، ممكن يكون الباتل سيستم الجامد جدا. اللعبه دي محافظه على مستواها وشهرتها بين اللاعبين بشكل غير طبيعي. انا ما اعتقدش انها تعجب كل الجيمرز، لان الناس هنا اذواقها شويه مختلفه، مع احترامي لاذواق الجميع. لكن لو انت كده جيمر وبتحب تجرب حاجات جديده ودماغك شغاله هتعجبك جدا. فيها استكشاف وكومبات وقصه حلوه جدا جدا جدا، وطبعا هيعشقها محبين الجي ار بي جي، بالذات الناس اللي بيحبوا الانمي ونوعيه الرسوم، وبرده محبين الالعاب الطويله. جينشن امباكت من الالعاب اللي لازم تجربها. جينشن امباكت لازم تبقى على كل جهاز بلاي ستيشن. ورقم 5 معانا لعبه سمايت. ميكس كده بين الام ام او ار بي جي مع احساس ان انت بتلعب ليج اوف ليجند. تقدر تختار قدرات بشكل مختلف عن اي لاعب تاني على المنصه، مع ابجريدز لا نهائيه. المودز في اللعبه دي كتير جدا ومختلف، واللي عجبني فيها ان انت تقدروا تلعبوا مجموعه لاعبين ضد لاعبين، او تلعبوا لاعبين ضد وحوش. اديها فرصه كده وجربها هتعجبك جدا. رقم 4 لعبه سبيل بريك. بامانه يا جماعه اللعبه دي اجدد فكره واصيع فكره شفتها في لعبه باتل رويال بلا منازع. من غير مسدسات ولا سيوف، لا بتعمل ايه بقى يا باشا؟ بالسحر. بترمي سبيلز، نار، رعد، ثلج، زي ما تحب، تخيل انت وهتلاقيه. العالم بتاعه مرسوم بشكل انيميتد تحفه، بتخليك تحس ان انت فعلا في عالم سحر، وده تاتش انا ما شفتوش في اي لعبه باتل رويال قبل كده. اللعبه تصميمها ذكي وممتعه جدا، وبتخليك تفكر في تكتيكات مختلفه عشان كل شخصيه وكل امكانيات ليها طريقه معينه في اللعبه. اللعبه بتديك احساس الفانتسي وان انت في عالم خيالي، وفكره بره الصندوق فعلا. لو انت زهقان من اللي بتشوفه اليومين دول من العاب، جرب اللعبه دي، حاجه جديده
خالص. رقم 3 لعبة فالورنت، البساطة والجمال والسهولة والفن الغير منتهي. فالورنت تفوقت يا جماعة بشكل مش طبيعي، يعني لما تحط كده سي اس جو مع اوفر ووتش ولقطة شوتر ارينا يطلع لك امتع لعبة. فعلا فالورنت ممتعة جدا، مش بشهادة كريم، بشهادة لاعبين كتير جدا من التحديثات والكونتنت اللي بينزل لها على طول، واللي انا بحترمه في اللعبة دي، وبحترم كمان الشركة لان هي بتدعم اللاعبين وبيسمعوا اللاعبين. من كتر سهولة وجمال اللعبة دي تخليك تدمنها، حتى لو انت مش هارد كور جيمر تقدر تنزل وتلعب اللعبة دي وتبسط جدا جدا. لو انت قاعد زهقان كده وعايز تفك عن نفسك ممكن تنزل تلعب لك دورين، ومن دي من الالعاب فعلا اللي بقول ان هي ماست بلاي. رقم 2 لعبة فانتسي سترايك، اول مرة اشوف لعبة فايتنج محترمة على البلاي ستيشن، وكمان من الالعاب المجانية. الالعاب المجانية دايما كان في مشكلة فيها الاتصال بالانترنت مع الكومبات سيستم اللي هما كانوا بيعملوه، ما بتطلعش الالعاب بيرف. لكن فانتسي سترايك ما فيهاش المشاكل اللي بتكون في اي لعبة اونلاين. فعلا اللعبة دي اتقنت الميكانيكس. انا بحب اشبهها بستريت فايتر المجانية، لعبة ممتعة جدا وفيها الكومبو سيستم وانيميشن متفوقة شخصيات كتير جدا، واللعبه دي هتاخد منك وقت علشان تتقنها وتقدر تبقى حريف فيها. العيب الوحيد في اللعبه دي ان هي اونلاين، يعني ما ينفعش تلعب الا مع ناس اونلاين، يعني لو بتفكر تلعب مع اصحابك في البيت او بتفكر تلعب مع حد من اهلك ده مش هيحصل. لو انت من الناس اللي بتحب التحدي في العاب الفايتنج لازم تجرب فانتسي سترايك. ورقم 1 معانا وقلتها برضو في الفيديو اللي فات بتاع العشر العاب المجانية، لكن ما ينفعش يا جماعة ما اقولهاش في اي فيديو، هي كول اوف ديوتي وورزون. اللعبة دي لازم تاخد رقم 1، مع ان اللعبة حجمها كبير جدا يتجاوز الميت جيجا، لكن تستحق كل جيجا فيها. العنوان المنفصل اللي نزل من اكتيفيجن فور فري واللي بينزل لك لو اشتريت كول اوف ديوتي كولد وور او اشتريت كول اوف ديوتي مودرن وورفير نازل على كل المنصات بما فيهم البلاي ستيشن مجانا دون بلاي ستيشن بلس. كول اوف ديوتي وورزون اقوى لعبه شوتر وباتل ريال موجوده حاليا. الريسبونس سيستم لما بتموت وبتطلع في الجولاج، واللود اوت سيستم اللي انت بتعمله بنفسك وتظبط اسلحتك فيه وممكن تطلبه في وسط اللعبه، ده اللي مخلي كول اوف ديوتي وورزون متميز عن اي لعبه تانيه، حتى الالعاب اللي ليها نفس المحتوى بتاع الباتل ريال. ده اللي خلاني احطها في فيديوهين كرقم 1، لان في رايي وفي راي ناس كتير اللعبه دي لازالت على القمه هتفضل على القمة لوقت طويل جدا. Call of Duty Warzone من أقوى الألعاب اللي نزلت من Activision. 10 ألعاب مجانية تقدر تنزلهم فورا على بلاي ستيشن 4، وزي ما قلت لك اتفرج على الفيديو اللي فات في ألعاب زيادة. لو الفيديو عجبك اعمل سبسكرايب وادعمني بلايك. كان معاك كريم من قناتك First Step Gaming، شوفك في الفيديو اللي جاي، مع السلامة.